صباح الخير رشا. يسعد صباحك نور، كيفك اليوم؟ تمام، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله على طول يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده فيها محطات عديده من دمشق والمحافظات السوريه، اكيد لهم حصه برحلتنا، لكن كالعاده مع بدايه كل نهار نتمنى نهار يحمل الخير والبركه وراحه البال والانفراج والرزق الكثير والرضا يا رب لكل الناس. امين يا نور. اليوم امنياتنا واحده وامنيات كل السوريين هي امنيه واحده بالخير والرزق الكريمه وجبران الخاطر، ويصير هيك في تحسن باوضاعنا وبايامنا يا رب يكون هاي الايام تعويضيه عن الشيء اللي فات. رحلتنا بلشت معكم، خلونا نكون بفاصل لنكون باولى فقراتنا لليوم. اما هلا رشا بننتقل لاهم الاحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 16 تشرين الثاني، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1626 الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دولار. بعام 1907 ضم أراضي أوكلاهوما للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 46. بعام 1973 ضمن برنامج سكاي لاب، ناسا تطلق سكاي لاب 4 بطاقم من 3 رواد للفضاء من مدينة كيب كانفرل لمهمة مدتها 84 يوم. بعام 1996 الأم تريزا تحصل على المواطنة الأمريكية الشرفية نظراً لجهودها في مساعدة فقراء العالم. بعام 2004 وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تجري تجربة ناجحة لطائرة تتجاوز سرعتها 10 أضعاف سرعة الصوت. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 16 تشرين الثاني يوم ولادتها عام 1922 جوزيه سارماجو، كاتب برتغالي حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1998. وبمثل هاليوم سجل وفاة عدد من الشخصيات. بعام 2005 هنري تاوب، عالم كيميائي أمريكي حصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1983. وبعام 2006 ميلتون فريدمان، اقتصادي أمريكي حصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976. واليوم 16 تشرين الثاني هو اليوم العالمي للتسامح. شفنا بآخر حكاية اليوم أنه هو اليوم العالمي للتسامح، شو رأيك بهذا اليوم أو بمفهوم التسامح نور؟ هلأ أنا مع الغفران، يعني أنا بكل الأحوال أنا مع الغفران، يعني بيقول لك الرب غفور رحيم، ما بيكون يعني صعب يكون البشر أكبر من الإله، يعني فأنا مع الغفران والتسامح. دائما الشخص لما يكون في حالة غفران وتسامح أحيانا بيقولوا لك في مبالغ فيها، بدك تعيش يعني الحياة قاسية الدنيا قاسية، فبدك تسهلي الأمور عليك وعلى المحيط. إن شاء الله أكيد يومكم تسامح، وحلو واحد يعيش بتسامح مع المحيط، لأنه مثل ما إحنا رحلة بالنهاية رحلة عابرة. خلينا كمان نروح لفقرة هل تعلم، نشوف اليوم المعلومات ضمن الفقرة. معلوماتنا لليوم عن التفاح الأخضر اللي بيعد غني بالقيمة الغذائية وفقير بالسعرات الحرارية، بيحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين بي بأنواعه وفيتامين جيم والكثير من المعادن مثل البوتاسيوم، المنغنيز والحديد والنحاس وغيرها، إضافة إلى أنه غني بالألياف والماء. وما يميز التفاح الأخضر احتوائه على كمية أقل من السكر مقارنة مع ألوان التفاح الأخرى. ويخلص التفاح الأخضر من السموم بجسم الإنسان، وبيحتوي على كميات جيدة من مضادات الأكسدة التي تثبت عمل الجذور الحرة وتحمي الكبد منها. وبيحمي التفاح الأخضر الجسم من الالتهابات المسببة للألم مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل بسبب احتوائه على كمية جيدة من مضادات الأكسدة، وبيحمي البصر بسبب احتوائه على صبغة الكلوروفيل الخضراء وبعض المركبات الكيميائية، وبيساعد التفاح الأخضر بحماية الجسم من بعض أنواع السرطانات بسبب احتوائه على بعض المركبات الكيميائية
مثل أثيوسيانات بالإضافة لمضادات الأكسدة، وبيحافظ على صحة البشرة وجمالها ونضارتها. أما هلأ رشا بننتقل لأولى محطاتنا لليوم. أسبوعياً دائماً بيكون عندنا حصة لنحكي فيها عن مشاكل كتير بيعانوا منها المدرسين، ونخصصها دائماً بمندوب عن وزارة التربية لنحكي كتير من التفاصيل. اليوم بلش الشتاء، تجهيزات المدارس، كتير من الأساتذة المتقدمين كمان ليكونوا أساتذة عندهم كتير من الاستفسارات، تحديد مركز العمل، التأمينات، كتير من التفاصيل بنحاول نضوي عليها لأنه هو قطاع واسع وفي شريحة كتير كبيرة من المجتمع تعمل في هذا القطاع. أكيد نور، ودائما المعلم عم يتحمل الظروف الأصعب، وخاصة خاصة بموضوع المواصلات والتوطين بنشوف مناشدات كتير، أسئلة كتير وصلتنا على برنامجنا وعبر صفحتنا على الفيسبوك، في استفسارات كتير حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم الأستاذ آصف زيدون مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. لما قلنا دائما كل اسبوع بنذكر على صفحتنا انه معنا حدا من وزاره التربيه لنحكي عن كثير تفاصيل، دائما بيجي الاستفسار عن تركيز على موضوع تحديد مركز العمل، فخلينا نبلش يعني هلا تحديد مركز العمل ايمتى بلش التقديم عنه، كيف رح يكون في التقديم، كيف بيتم تحديد مركز العمل، لانه هي النقطه يمكن تشغل بال كثير من المدرسين. لا. لانه بنعرف اول ما يتعين المدرس اول 5 سنين بده يخدم لحتى ينتقل لمحافظته او للمنطقه اللي هو لحتى يكون قريب، وبنعرف نحن مشقه المواصلات والتكلفه والراتب ما انه مستاهل يعني لحتى كمان المدرس يقدر يقضيها كمان مواصلات، فخلينا نعطي شويه امل لكل المدرسين اللي عم يتابعونا. يسعد صباحك مره ثانيه. اهلا وسهلا. بقانون العاملين الموحد ممنوع النقل لبعد 5 سنوات من تعيين بأي خارج المحافظة، في الحرب الكونية التي شنت على سوريا ظهرت حاجة ملحة لنقل بعض الزملاء المدرسين وخارج وزارة التربية في باقي الوزارات. صحيح. وظهر ما يعرف بتحديد مركز العمل لاستيعاب الكادر الذي هجر من المناطق التي ضربها الإرهاب التكفيري في بلدنا الحبيب سوريا، لذلك كانت حاجة ملحة لبعض وزارات الدولة لاستيعاب كوادرها والمحافظة عليها بنقلها إلى المناطق الآمنة، فكان تحديد مركز العمل. حاليا تحديد مركز العمل منوط بقرار من السيد الوزير، وهناك وعد من السيد وزير التربية بأن تحديد مركز العمل سيكون خلال العطلة الانتصافية، ولكن هناك حالات خاصة لذوي الشهداء، لذوي المصابين الحرب، وأيضا لأزواج أو زوجات العسكريين. هذا الأمر الملح الذي ترى فيه وزارة التربية أهمية ملحة لاستيعاب هؤلاء في المحافظات وتحديد مركز عملهم في محافظاتهم الأصلية. ما فينا نعطي اليوم وعد؟ قرار من السيد وزير التربية بس بعد العطلة الانتصافية إن شاء الله. الوعد من السيد وزير التربية بأنه خلال العطلة الانتصافية سيتم فتح تقديم طلبات. خلينا نروح للوكلاء المثبتين، عم يسألونا اليوم إيش هم قادرين أنهم يحصلوا على إجازة سنوية، وعم يسألوا عن الترفيع وخاصة الأشخاص اللي اتبعوا الدورة. الوكلاء المثبتين يمرون بمرحلة اختبارية مدتها 2، هو هلأ حاليا اسمه معلم متمرن، بعد أن تنتهي فترة التمرين التي يمر بها، وهو خلالها هؤلاء أو هذه السنة والسنة الماضية قد خضع لدورات خلال العطلة الصيفية لدورات مهارات ودورات لرفع السوية ورفع الكفاءة التعليمية لدى زملائنا الوكلاء المثبتين، لذلك بعد أن يصبح مدرس من داخل الملاك ويجتاز فترة التمرين يحصل على كامل حقوقه
الإدارية والمالية. هلا وردتنا بعض الاستفسارات حول فينا نقول تهيئة المدارس، يعني نحن بنعرف انه عم نعاني من انقطاع كثير بالكهرباء، لكن بنعرف مع الشتوية ببلش تعتم بكير، كيف عم تكون تهيئة المدارس خصوصا بالقرى والمحافظات؟ في كثير من الاستفسارات عم تقلنا احيانا بتكون موقع الغرفة للطلاب بموقع مثلا بالمدرسة مظلم وما في كهرباء، فهون كيف الامور عم تتم؟ وزارة التربية تعمل منذ فترة طويلة لتأمين معظم المدارس ب الطاقة البديلة عبر مدخرة وللدات في القاعات الصفية لتأمين الإنارة الكافية لهذه الصفوف خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي. أيضا هناك خطة عمل في وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الكهرباء للاستفادة من الطاقة البديلة الموجودة في بعض أو على بعض أسطح المدارس، وحاليا يتم العمل للتوسع و نشرها بشكل افقي في معظم محافظات ومدارس القطر العربي ان شاء الله. وكثير اليوم مهم المجتمعات الاهليه تكون مشاركه، يعني ولو بجزء خلينا نقول. هناك توجه من وزاره التربيه للتعاون مع المجتمع المحلي والتشاركيه في دعم مدارسنا، وفي كثير من المناطق قام المجتمع المحلي بتاهيل بعض المدارس وتامين مستلزمات العملية التعليمية. مشكورا ان شاء الله. خلينا نروح لمسابقة وزارة التنمية، المسابقة المركزية. خلينا نحكي عن اليوم الناجحين وعن موضوع التعيين لصالح وزارة التربية، شو اليوم بخصوص هدول الأشخاص اللي نجحوا بالمسابقة؟ طبعا التعيين وفق الشواغر التي حددتها بطاقة الوصف الوظيفي لكل متسابق تم تعيينه بطاقة وصف وظيفي تحدد العمل الذي تم تعيينه من أجله والمنطقة التي تم تعيينه بها، وهناك بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد على أن يعين الناجحين في المناطق التي وردت في بطاقة الوصف الوظيفي لاستيعاب جميع هؤلاء. حاليا نحن في تربية دمشق في طور توقيع العقود ونستوعب هؤلاء الناجحين عبر ما يعرف بالوكالة الاختصاصية ريثما تنتهي الإجراءات الإدارية لتعيينهم بشكل رسمي وصدور قرارات التعيين بشكل رسمي. دائما الوقت بيراهن عليه. نحن نستوعب الجميع بما يعرف بوكالة اختصاصية. سيد وزير التربية أصدر تعليمات باستيعاب الجميع بما يعرف بالوكالة الاختصاصية يتقاضى راتب شهري وليس أجور ساعات تكليف. بما أنه عم نقول يتقاضى راتب شهري، هالراتب ما كتير محرز، الكل بيقول ما كتير محرز، وما زالك هذا واقع للأسف. وفي التزام كبير، تحية لكل المعلمين والأساتذة السوريين اللي موجودين بعدهم عم يعطوا من قلبهم على رأس عملهم رغم كل التحديات والظروف. أسبوعيا تجينا نفس الاستفسارات، المواصلات مكلفة جدا بالنسبة للمدرسين، توطين التعليم، يعني دائما بتلاقي الخريج بيبحث عن المسابقة ليتوظف ويصير مدرس لأنه هذا هي دراسته. بس مثلا بعثت لنا وحدة أنا من طرطوس وعم درس بالمزة، طب أنا مستأجرة غرفة ب 250,000، هي الغرفة اليوم بالمزة، إذا بنحكي عن بيت أرقام خيالية. توطين التعليم وين واصلين فيه؟ حتى الرواتب، يعني حتى لو استضفنا مرة واثنين رح نرجع نسأل نفس السؤال، هل في إمكانية رفع هي الرواتب بعد رأس السنة؟ يعني أقوال إنه عم تقولوا بعد رأس السنة ممكن يتم رفع، لأنه عم نحكي عن سقف 150-175,000 بدها تدفع مثلا أجار غرفة 250. هذا السؤال. توطين التعليم كثير مهم، يعني في كثير من الناس عم تتعذب، وهي ما في، يعني إذا بدي أرجيك الرسائل عن توطين التعليم والاستفسارات حقهم موجعة، يعني ومع ذلك متمسكين هنن بهي الوظيفة وحابين يشتغلوا وقبلانين. طمعانين بكرمكم هاي من الآخر. مو كرمنا، هذا واقع. يعني أنا بالنسبة لتربية دمشق، إذا ما عندي شاغر بقطاع المزلم ما فيني أعين مدرس بقطاع المزلم، ونحن بنعرف إنه المناطق المتاخمة لحدود دمشق واللي فيها مناطق سكن العشوائي مثل ما بنقول هي المناطق الأكثر تجمع والأكثر يعني وجود لأعداد وكوادر مدرسينا. فأنا بقطاع المزة ما فيني استوعب جميع المقيمين بقطاع المزة. لا هي عم تقول لك انا من طرطوس ساكن بالمزه، يعني توطين التعليم انا ممكن لسه. هلا هدول مسابقه العقود، التعيين تم لصالح تربيه دمشق،
هي نجت قدموا على تقدمت بعرف اكيد لمسابقة. بعرف بس هي عم تقول مضطره يعني هي عم تستفسر بيقول لك ما جبرك على المر الا اللي امر منه هي عم تطرح مشكلتها هي مو مشكله فقط العقد شريعه المتعاقدين صحيح وقعت عقد لصالح تربية دمشق يجب أن تلتزم بشروط العقد هي يجب أن تداول إذا جابت إذا قالت لك في شاغر ممكن تنتقل وين بالمزة؟ بطرطوس إذا قالت لك في شاغر لا ما لا يحق لا يحق للعقود النقل وإنما السيد وزير التربية مراعاة لظروف بعض أسر الشهداء وذوي الجرحى ممن لديهم إعاقات خلال الحرب الكونية وذوي الشهداء عفوا وذوي العسكريين يقوم بتحديد مركز عمل للحالات التوطين التعليم قديش عم تشتغلوا عليه؟ كثير بس نحن في عنا مناطق فيها كثافة سكانية وبالتالي كثافة صحيح. كثافة مدرسين أنا في عندي مناطق بدمشق أبحث عن مدرس فلا أجد بسبب الـ يعني عدم انتظام التوزع الجغرافي للمدرسين ومثل ما حكيتي أنت أنه أنا بروح باتجاه المناطق الأرخص لأستأجر غرفة أو صحيح. منزل ممكن أسكن فيه صحيح. فهذا الواقع اللي عم يفرض علينا تحدي كثير بتأمين كوادرنا من جهة وتأمين مدارسنا من جهة أخرى إن شاء الله نحن دائما نتمنى من وزارة التربية يعني يكون لهم شيء خاص اليوم نتمنى من وزارة المالية معي المالية. أنا ضم صوتي لصوتك نحن صوتنا مع صوتكم اليوم كان هي تشاركية صحيح اليوم يوقعون يكون افضل يمكن يعني هن المفروض يكون اعلى راتبهم لانه هن حاملين المسؤوليه الاكبر يعني خلينا نروح لمسابقه التوجيه هلا هي حاليا الفحص صار على الابواب نحكي عن اهميه هي المسابقه ومن اليوم الاشخاص اللي راح يتم فحصهم حيكون الجميع المقدمين الاختصاصيين التربويين والموجهين طبعا سيخضع للاختبار جميع المتقدمين والموجهين الاختصاصيين والتربويين ممن يمارسون عملهم وقائمين على رأس عملهم اليوم يعني جميع الموجهين الاختصاصيين والتربويين شو أهمية هذه المسابقة يعني؟ هي رفع كفاءة الموجه الاختصاصي الذي هو العماد الأساسي بتقييم زميلنا المدرس وعمل زميلنا المدرس وبالتالي رفع سوية العملية التعليمية ضمن مدارسنا طيب جانا استفسار هلا بما يخص تعويضات موجهين الاختصاص او التربويين الموجه المسؤول اكثر من المدرس لا يوجد اي تعويض عن التنقل للموجه خصوصا في ريف دمشق مساحات شاسعه لماذا لا يستحق الموجه الاختصاص او التربوي اي علاوات او تعويض لقاء ذلك نفس الكلام لمدير المجمع التربوي هلا اعتقد ان بمحافظه ريف دمشق طبعا ليس لدي معلومة كافية ولكن بمحافظة ريف دمشق أعتقد أن هناك ما يعرف بإذن السفر لمن يكلفون بمهام خارج حدود المحافظة طبعا أما إذا ضمن المجمع التربوي أنا معلوماتي أنه ضمن المجمع التربوي في موجهين تربويين واختصاصيين فالموجه التربوي والاختصاصي ضمن المجمع التربوي يجب ان يشرف على مدارسه اذن سفر ولا بدل سفر؟ نفس الشيء قديش قيمته الماديه؟ هلا هذا اذا خارج حدود المجمع التعليمي بس انا معلوماتي انه بالمجمعات التعليميه بكل مجمع تعليمي في موجهين اختصاصيين كادر لمنطقه المجمع التعليمي وبالتالي اعتقد لا يستفيد من هذه أما بالنسبة للتعويضات فالموجهين الاختصاصيين والتربويين كما زميلنا المدرس في الصف يحصلون على تعويض طبيعة العمل وهو 40% 40% صحيح طيب. خلينا نروح للسؤال من هو كذا استفسار ولكن هيك حنجزئهم كرمال نعطي كل سؤال حقه عم يسألونا اليوم فرع الترجمة هل عن جد صار ضمن الوكالة الاختصاصية أو هي مجرد أقوال يعني اليوم التربية صرحت بشكل رسمي لا الترجمه للتعليم المفتوح هي تعامل معامله الوكالات لانه في عفوا مو الوكالات ساعات التكليف لانه في مواد بالترجمه تنقص عن مواد الادب الانجليزي وبالتالي لم تعامل نفس المعامله تحديد النصاب قديش 20 ساعه دراسيه 22 ساعه للوكاله الاختصاصيه طيب عم يسالونا ايضا ضمن نفس السؤال عن باب التقديم عن الوكاله الاختصاصيه او الساعات لديكم مفتوح دائما وحسب الحاجه ومين اليوم اللي بيحق يقدم له كل حدا بيدرس يعني حق له هناك تسهيلات تقدمها وزاره التربيه وبلاغات يصدرها السيد وزير التربيه لاستيعاب جميع المتقدمين من جهة وتأمين
الكوادر لازمة للعملية التعليمية من جهة أخرى، وهناك تساهل كثير في معظم هذه المجالات لاستقطاب جميع من يرغبون بالدخول إلى مدارسنا كزملاء مدرسين، سواء بوكالة اختصاصية أو بساعات تكليف حتى السنوات الثانية والثالثة والرابعة في بعض الاختصاصات الجامعية. طب مع نهاية عام 2022 بداية عام 2023 في خطة عم تقوموا بوضعها لوزارة التربية لتجهيز المدارس، أو ضمن هي المشاكل أنه لازم نكون حاليين واحد اثنين ثلاثة محققين هيدا الهدف المعين؟ أكيد في جهود يعني كبيرة عم تقوموا فيها بالكواليس. طبعا في وزارة التربية هي خلية نحل تعمل ليل نهار. صحيح. وأنا أعلم أن وزارة التربية يعني وزارة التربية هي وزارة الدفاع التربوي، يجب أن يطلق عليها اسم، لأن زملائنا المدرسين وكوادرنا التدريسية هم الذين وقفوا في الصف الثاني خلف الجيش العربي السوري. صحيح. في هذه الحرب الكونية، لأن الحرب الكونية استهدفت بالدرجة الأولى هي من استهدفت مراكزنا التعليمية، مدارسنا، معاهدنا، جامعاتنا، وبالتالي حمل الزميل المدرس وحملت وزارة التربية الكثير من الأعباء لمواجهة هذه الحرب الظالمة. وهناك ورشات عمل دائمة في وزارة التربية، سواء عن طريق مركز تطوير المناهج التربوية أو مركز تقويم القياس الذي اجتمع منذ يومين لرفع السوية التعليمية وتجهيز كل متطلبات نجاح العملية التدريسية. طيب أستاذ، هيك سريعا نجاوب كرمال نجاوب على معظم الأسئلة. اليوم عم سألونا أنه مدير المدرسة اليوم هل أنه هو من حقه أنه ما يوافق على إحالة مرضية الأنسة أو المعلم مقدمها؟ المدرس أو المعلم حقه أن يحصل على الإحالة المرضية، ومرجعية قبول أو رفض هذه الإحالة منوطة بدائرة الصحة المدرسية. هناك طبيب صحة مدرسية يقرر ما إذا كان هذا الزميل المدرس بحاجة للاستراحة أو غير بحاجة، وهو من هو صاحب القرار في هذا. أما مدير المدرسة لا يمكن أن يمنع الإحالة عن أي زميل مدرس. معلومات كثير مهمة أكيد اليوم، ويعني إن شاء الله نكون قدرنا نوصل صوت كل الأشخاص اللي راسلونا عبر صفحتنا. بدنا نشكر حضورك لليوم، وبدنا نتمنى لكل العاملين بوزارة التربية النجاح. شكرا لحضرتك. شكرا لك. أكيد يعطيكم ألف عافية، جهود جبارة عم تقوموا فيها بوزارة التربية، وتحية لكل العاملين فيها ولكل المدرسين السوريين على المجهود الكبير اللي عم يقوموا فيه. نتمنى مع بداية العام يكون في زيادة للرواتب هيك شوي محبة للجميع. مرة ثانية كل عام وزملائنا المدرسين على امتداد ساحة الجمهورية العربية السورية. شكرا لك. شكرا لحضرتك. أما هلأ مشاهدينا ننتقل من عالم العلم والتعليم لعالم السياسة وموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي علي. صباح الخير علي. صباح الخير لك يا نور. مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن مصدر أمني سيطرة على حي طريق السد في الجهة الجنوبية من مدينة درعا بعد القضاء على فلول تنظيم داعش التي كانت تتحصن فيه. وبيّن المصدر أنه خلال العملية الأمنية تم القضاء على عشرة الإرهابيين بينهم قياديون في صفوف التنظيم التكفيري، وضبط أربع سيارات مفخخة كان إرهابيو تنظيم يخططون لتفجيرها بواسطة انتحاريين ضمن مدينة درعا. كشفت وسائل أعلام عبرية عن فشل أمني كبير خلال العملية البطولية التي نفذها الشاب محمد صوف، وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة ثلاثة آخرين في المنطقة الصناعية قرب السلفيد في الضفة المحتلة. وكشف محلل عسكري صهيوني أنه في ظل عدم القدرة على منع العملية كان بالإمكان منع نتائجها الصعبة، مؤكدا أن نتائج التحقيق الأولية تشير إلى عددا من نقاط الفشل، منها عدم قدرة قوات الاحتلال في الميدان بناء صورة عن الوضع بسرعة، فيما لم يقم آخرون من جنود الاحتلال بالاشتباك أمام المنفذ بالشكل المطلوب في عملية كهذه.
أكد نائب مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيرميت أن القوات الأوكرانية قد تكون متورطة في الانفجار الذي وقع شرق بولندا للاستفادة من الاستفزازات لاستدراج دول حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة روسيا. قال شيرميت أن روسيا تمتلك أسلحة فائقة الدقة حيث يتم استبعاد أي استهداف لأهداف على أراضي بولندا، مشيرا إلى أن ما يحدث هو استفزاز رخيص تخطط له القوات الأوكرانية وغرضه جر دول الناتو رسميا إلى النزاع في أوكرانيا بحيث يمكن تنفيذ الهجوم بصواريخ سوفيتية لا تزال في الخدمة مع القوات الأوكرانية. ووفقا لشيرميت فمن الممكن أيضا أن تكون القوات الأوكرانية قد هاجمت الحدود مع بولندا بموافقة أجهزة المخابرات الغربية ليكون لدى الناتو رسميا سبب لإرسال قواته إلى أراضي أوكرانيا، لافتا إلى أن الناتو يسعى لإطفاء شرعية على أفعاله على الأراضي الأوكرانية من أجل إطفاء شرعية على العدوان على روسيا. رد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بالقول إن رئيس الجمهورية السابق خذ أو خذل بلاده خلال توليه منصبه. وقال بايدن من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين إن دونالد ترامب خذل أمريكا، وهو خلال رئاسته تربع على اقتصاد مزور لصالح الأثرياء وهاجم النظام الصحي ودلل المتطرفين وهاجم حقوق المرأة وحرض العصابات العنيفة من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 إلى خسارة. نهاية الموجز، عودة الآن إلى رشا ونور لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك علي. أما هلا مشاهدينا ننتقل لفقرتنا الأخيرة، عفوا فقرتنا الثانية مستعجلة مع عالم الطفولة. لا لأنه بس يتخص الموضوع بعالم الطفل والطفولة بحس لازم ناخذ وقتنا، بدي صحيح ناخذ المساحة الكافية لأنه موضوع كتير مهم. يعني قد ما حكيتي بعالم الطفل والطفولة دائما بدك معلومة جديدة، بدك دائما تلحقي كل التفاصيل بهيدا العالم، لأنه يوم عن يوم عم تتغير المعايير المجتمع، عم تتغير التطور اللي عايشينه اليوم. قدامهم نحن نكون شركاء ببناء شخصية الطفل، وهذا طبعا واجب الأهل، واجبنا كلياتنا اليوم. واليوم قد ايه بيأثر هذا المجتمع على بناء شخصية الطفل، قد ايه نحن بنشوف المجتمع ممكن يهد ممكن يبني صحيح بشخصية أي حدا فينا. فكيف إذا الطفل يعني أنت اليوم عم تسفنجي عم تمرقي له يعني؟ صحيح صحيح، أكيد هذه القصة بتحتاج لمهارات كتير مهمة. اليوم رح نحكي عن بناء شخصية الطفل ومعلومات كتير مهمة لليوم مع ضيفتنا لليوم الأخصائية التربوية نغم طربية. يسعد صباحك يا نغم. هلا يسعد صباحك. انتبهتي للاسم نغم طربية، يعني اسم موسيقى هي كلياتها بتاخذ العقل. اشتقنا لك نغم، أهلا وسهلا فيكي. لما نقول يعني تربية الطفل أساسا مسؤولية كتير كبيرة، ولما نقول بدنا طفل يعني شخصيته قوية وبيعرف ياخذ قرار وبدنا إياه الطفل المثالي، كمان حتى نحن بنحمل أطفالنا كتير من القصص الكبيرة. لما نقول كيف فيني اليوم خلي طفلي هو صانع قرار، يعني بلش هي بيكون بتكوين شخصيته بالسنوات الأولى ببناء الشخصية وكتقيلة صانع قرار. خليني أقول خليني كيف في بالبداية يعبر عن رأيه لياخذ هيدا القرار. تماما، هو اتخاذ القرار مهارة كتير حلوة ولازم تكون عند الأطفال، لكن منبلش فيها من هنا وصغار. يعني صحيح. أنا الطفل لما بيحكي ببلش بيقول كلمة لا، هون أنا بدي استغل هاي الفرصة لحتى كون هاي الشخصية، لحتى خليه يعرف ياخد قرار بنفسه، وعادي حتى لو كانت قراراته غير صائبة مثلاً أو غير صحيحة هذا الموضوع عادي. أحياناً الأهل خوفاً على أولادهم وحرصهم الزايد هن عم بيدمرون، هن اللي عم يمحولون شخصيتهم. هذا الشيء هن ما بيشعروا فيه لأنه هن كل فكرهم أن هن يسعدوا أطفالهم. فهون نحن دائما نقع بين جملتين دائما منرددهم للطفل، انه انا بعرف مصلحتك والانسب لك. وكثير كمان بنحكي لاطفالنا انه انت انا بعمل لك كل شيء، انا بعطيك كل شيء، بشتري لك كل شيء بتحبه، مهم انت ما يعني ما بنفسح له مجال انه هو يفكر ولا ابدا بالاشياء اللي هو بحبها. هي الاساليب التربويه اللي عم نستخدمها مع اطفالنا، اساليب ما عم نعرف ان هي خطا لكن الغرض منها هو اسعادهم. باول شيء نحن لما انا بقول للطفل انا بعرف مصلحتك والانسب لك، هون انا عم بخلق طفل ضعيف
ضيف الشخصية ما عم بقرر لأنه أنا قررت عنه. لما بيكبر أما بيصير هو متمرد على العالم الخارجي بحجة أنه هو بده يسيطر على حياته اللي سلبت منه، يعيش عقدة النقص اللي كان في صغره تماما، أو ممكن يكون تابع للأشخاص الموجودين حوله. هاي بالحالة الأولى لما أنا قرر عنه، لما أعطي الطفل كل شيء بده إياه وما خلي له مجال حتى ما بيصير عنده صبر، ما بيصير عنده قناعة، فهون أنا كونت طفل ما عنده قيمة للعالم الخارجي، ما عنده قيمة للأشياء اللي موجودة حوله، وهو بكل الأحوال رح يصير يعتبر هن المجبرين اللي حواليه أنه يقوموا بالأشياء اللي بدهم إياها، يعني هو واجب عليهم أو فرض عليهم. بس السنوات الأولى مهمة، يعني أنا بنتي عمرها 3 سنين ونص، بعملي ما تعملي ما بدي، قالت لي أنا أصطفل، تماماً. هنن عم يتحملوا نتيجة قراراتهم. صحيح. الطفل بعمر صغير لما بياخد قرار يعني بتكون هي النتائج بتكون بسيطة. صحيح. أو بتكون حتى لو كانت سلبية مؤذية، يعني بتكون تماماً هون عم يتعلم بدون ما يتضرر الطفل. لكن ليه نحن منبلش بعمر صغير؟ عم نبلش معه لأنه ما عم بتسبب له ضرر، لكن عم بتعلمه هي التجارب، عم بتعلمه ليكبر. لما بيكبر بتصير قرارات، يعني هو حتى مشاكله أكبر، قراراته بتكون صعبة، قرارات مصيرية، فهو بحاجة ليقرره، وإذا كان قراره خطأ يتحمل مسؤوليته. هدول القرارات إن كانوا كتير بسيطين أو كانوا عن جد مصيريين بعمر الطفولة بدك تتعاملي بأسلوب كتير بسيط وبحاجة لهم نحن كأهل. بس شو بتقلك؟ صبر أنا حلة. يعني اليوم الطفل بثلاث سنوات مثلا بنت لنور عم تقلك اصطفل، يعني فأنت قدام حدا بدك تتعاملي معه بطريقة كتير سهل ممتنع، يكوني معه سهل ممتنع. اليوم هدول المهارات اللي نحن بحاجته لحتى نعزز القرار عند الطفل أو لا يقدر ياخذ قرار، ما يكون ما بنقلك صح 100%، ولكن نروح شوي للأسلم بحياته. أول شيء بدي أعطي خيارات محدودة، يعني أنا لما بكثر الخيارات للطفل هون هو بينتقل من مرحلة التمكين إنه هو عم بيشعر إنه هو قوي الشخصية لمرحلة الخروج عن السيطرة بتعدد هي الأشياء اللي نحن أو الاختيارات اللي نحن عم نقدم له إياها. فالأفضل نقدم اختيارين أو ثلاثة مو أكثر، ودائما بدنا نحافظ على الحدود والحدود تكون واضحة. بمعنى تختلف بالعمر، يعني طبعا أنا وسع الخيار، يعني هو صغير الخيارات محدودة، بتكبر حتى المساحة والمواضيع حسب يعني المرحلة العمرية للطفل. صحيح. هلق نحن لما بحط حدود وهي الحدود بتكون واضحة، الطفل رح يتعلمها من هو وصغير. صحيح. أنا اليوم مثلا أو أعطيت مساحة لابني بأنه هو يختار لمدة أسبوع مثلا شو بدنا ناكل اليوم، هي بسيطة بتناسب عمر الطفل. فهون بعد أسبوع أنا لحالي قررت أنه أنا شو بدي، ما سألت ابني، أنا كنت معودته على شيء ورجعت لشيء ثاني، قررت لحالي عملت أكل مثلا. هون الطفل بده يشعر بالاضطراب، بده يرفض وبده يعمل كتير أشياء تزعج الأهل. ليه؟ لأنه أنت الأهل دائما ما كانت حدودا واضحة، يعني أنا لما بدي أمشي على سيستم معين مع الطفل بدي أكمل معه. صحيح. ما أستخدم مزاجيتي معه لأنه المزاجية بتزعج الطفل، حتى لازم ما تدخل بتربيته. ودائما لازم اعطي خيارات تكون معروفه عند الطفل، يعني مو تعجيز الشغله. صحيح. انه انا اكون بدي اياها، يعني لما بدي اروح على حفله بيجي بخيره شو بتحب تلبس، الثياب هدول او بدك بيجامه او الثياب اللي رحنا فيهم مثلا على هذيك الحفله. طب ما نحن حطينا خيار، ممكن هو يختار البيجامه لانه دائماً الطفل الشيء المريح لإله، لأنه هو ما بيعرف إنه هاي الأمور مثلاً إنه الحفلة لازم نلبس له ثياب غير. فأنت هون عجزتي الطفل، بتصير بتضطري لا اختار غيره. طب ما أساساً أنت ما حطيتي خيارات معروفة عند الطفل أو منطقية لدى الطفل، وكمان ما فيك تحطي خيارات ما بيحبها. انت بتعرفي ابنك مثلا ما بحب التبوله، ما بحب الفتوش على فرض يعني، فانت بتحطي له بتحب تاكل هيك ولا هيك، طب ما هن الاثنين ما بحبهم. لازم يكون في مصداقيه بين الاهل، بين الام وبين الطفل كرمال يستمروا. ما من هون بلشنا اتخاذ ما بحبه في قصص كثير غلط. طبعا هي مو مسايره على شيء ما بحبه، بس انا الطفل هون انا عم بعطي مثال عن الاكل. بس هي دائما منبسط نحن الموضوع كرمال الفكره توصل أسرع على الطفل. أكيد أنا ما بسايره على شيء غلط، بس أنا بنفس الوقت ما فيه عنده. أنا لما يشوف الطفل شيء ملموس، شيء خطأ ملموس، بهذا الوقت بصير الطفل
بيبعد عن الخطأ. يعني أنا ما في على مبدأ إنه طفل صغير مثلاً بعمر سنة أو سنتين إنه أنت ما تقرب على المي السخنة لأنه بتحرقك، هو ما رح يرد. طب ما كيف بده يتعلم؟ لازم يخطئ لحتى يتعلم، فهو بيروح بحط إيده على المي بيقرب على الصوبيا بضمها تماماً. هذا الموضوع يعني ما فيك تعاند الطفل، دائماً الطفل بده مسايرة لحدود. طبعاً أكيد ما فيك تجي لا أنت كمان فوق طاقتك، لا، في أمور مثلاً كلمات، في أسلوب بتستخدميه مع طفلك صدقاً بتجيب كتير نتيجة حلوة. صحيح. يمكن في كلمات تحفيزية أو طرق تحفيزية أكيد حتى بتساعده لاتخاذ القرار. نحن بنشوف في فروق فردية يعني حتى بنفس العائلة، يعني بتقول لك أول ولد بيختلف عن ثاني ولد، هذا شخصيته قوية، هذا لا بيستحي، هذا بيخجل. من البداية كيف فيني أنا بلش مع الطفل ببعض المهارات ببناء شخصيته؟ حتى اليوم بتشوفي مع السوشيال ميديا واليوتيوب بتلاقي الأولاد بيقعدوا ساعات طويلة، التواصل بتلاقيه أقل، مو مثل قبل كيف كان عندنا المساحة الواسعة. وأساساً قبل كان في عندك خيارات واسعة، يعني كان فينا نلعب عند الجيران، كنت فيك تلعبي بالحارة. هلأ هون الموضوع مختلف، يعني حتى المهارات اختلفت عند الأطفال. هون كيف فيني أنا ضمن العصر والتطور الكبير ما فيك تلحقيه قد ما كان، لأنه مش فقط أنت اللي بتربي، يعني في شركاء كلهم موجودين للأسف معك، بس أنت عم تحاولي تحمي من كل هي الظروف. كيف فيني أنا بلش شوي شوي مع بناء هي الشخصية لخليه ياخذ قرار؟ هلا نحن دائما هي مثل ما تفضلتي حضرتك وحكيتي انه الطفل الاول بيكون غير الثاني. صحيح. دائما انا بدي اعطي سبب منطقي لهذا الموضوع، انه نحن دائما الولد الاول بنتعب عليه بانه نحن نطلعه مثالي 100% بدون اخطاء، بدون اي شيء هو بيكون فيه. فهون الطفل عم تضعف شخصيته، بنجي للولد الثاني بنتركه على راحته، فبيكون الولد الاول هو اللي اكل نصيبه بالتربيه الزايده، يعني لانه دائما نحن بدنا نوصله للطب بالمثاليه، وهذا الموضوع ما له صحيح 100%. يعني وحتى بيكون الاهل ما عندهم خبره كافيه لتربيه الطفل، فنحن طبعا الأطفال طبعا اكيد، بس هو هذا سبب اساسي من الاهل. والفروق الفرديه اكيد بنلاحظها بين الاخوات، بنلاحظها بين المجموعات، هذا الموضوع اكيد. ودائما نحن بنحاول نبعد الطفل عن الواقع، هذا الواقع يعني اتخاذ القرار لازم يكون بناء على واقع عم نعيشه، مو بناء على الخيال. الاهل دائما وخصوصا الاهل اللي بيكون عندهم مثاليه كثير كبيره او بدهم يمشوا ابنهم على هي المثاليه، بنصور لهم الواقع على انه هو جميل. هذا الموضوع غلط، لانه الطفل هو ما بعده ضمن هي الاسره، ما بعده موجود عندنا هون، هو رح يطلع لبرا المدرسة ورح يطلع يشوف أطفال تربيتهم مختلفة عن تربيته لإله. أنا اللي بدي أعلمه لطفلي مو إنه أنت بعد عن هي المجموعات، لا، كتير غلط. أنا بعلمه كيف هو يتجاوز هي المرحلة بدون ما تأثر على شخصيته. هذا الموضوع كتير حلو، وعلمه كمان كيف هو يكتشف نفسه. أنا الطفل ليه بيكون متردد؟ لأنه هو أساساً ما بيعرف شو بده. أنا لما بخليه يتعرف على نفسه، بيعرف نقاط القوة، نقاط الضعف، هو لحاله بصير بيعرف شو بيحب، شو بيكره. يعني بيجي لولد مثلاً، إنه في كتير أهل حتى منلاحظة إنه أنا بدي حطك بمعهد موسيقى، أنا بحب هي الآلة، أنا مثلاً بحب الرسم، أنا ما دخلت مثلاً فنون جميلة أنا وصغيرة، أنا بدي خليك تدخل بهذا المجال. هذا بدي حقق حلمي بطفلي. هذا الموضوع غلط. ما الولد ما بحب الرسم، لا، خليه هو يبدع بمجاله، يبدع بهوايته اللي هو بحبه، ونأكد له يعني أكيد مو بس الطبيب هو المميز، مو بس المهندس، كل حدا ناجح بمجاله بيكون مميز بالعمل. أكيد نغم، ودائماً نحن نأكد على نقطة أنه التشاركية بين الكادر التدريسي كان ومع الأهل. يمكن اليوم إذا كان في تشاركية وكان في تفاهم بيناتهم نقدر أكثر نبني شخصية هذا الطفل. طبعاً. اليوم الطفولة والأطفال بحر من المعلومات وبدها جلسات وجلسات. بدي أتشكر حضورك لليوم، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح المشاهدين. شكراً لك وأهلا وسهلا فيك. شكراً لك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحافظة الحسكة، فقد أقام اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية حفل تكريم في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة، شمل عدد من رائدات الثقافة والمجتمع على مستوى المحافظة. خلونا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. كوني الفخور بنور وجهك، إنما حسن الوجوه ملامح الإيمان. تقديرا لجهودهن المبذولة في مجالات عدة،
نظمت مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية حفل تكريم في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة، شمل عددا من رائدات الثقافة والمجتمع على مستوى المحافظة. رئيس مجلس إدارة جمعية الصفصاف الثقافية أحمد الحسين أكد أن للتكريم دلالته الرمزية المهمة، فمن خلاله نستمد عزيمة الأمل ونعزز روح الانتماء للوطن والأرض. هذا التكريم يأتي تعبيرا عن تقدير ذوي العطاء الذين قدموا لهذا المجتمع، وهو في حد ذاته يشكل حافزا للأجيال الشابة لكي تبدع وتعطي. في ذات الوقت التكريم بحد ذاته هو قيمة حضارية يقال فيها لمن أعطى وأبدع أن هذا المجتمع يقدر له ما أعطى. المكرمات أكدن أهمية المبادرة التي تشكل حافزا إضافيا للإبداع والتجدد وتقديم الأفضل لوطن يستحق المزيد في مختلف المجالات والميادين. هذا التكريم شيء رائع جدا، هو يعطينا حافز ودافع للاستمرار في الكتابة بمحافظة الحسكة، بحاجة إلى من يشجع المبدعات فيها. نساء رائدات، هذا الاسم لوحده يكفي أن يكون دعم كبير للمرأة وتشجيعها على القيام بعملها على أكمل وجه والاستمرار بالعمل اللي تقوم به. كان تكريمي لدوري في الشعر والأدب عموما، فأنا أكتب الشعر والرواية، وترك هذا التكريم أثرا كبيرا في روحي يدفعني لأن أقدم أكثر وأن أبذل أكثر. وفي ختام الحفل تم تقديم الدروع التذكارية وشهادات التقدير للمكرمات، وهن جازي الشيخ علي وإيفيت تانو وهدى يونان والدكتورة سمر الصومعي والنورة خليف ومنى السيد حمود وفاطمة الشيخ وفاطمة العطلة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. وصلنا لمساحة جديدة ضمن صباحنا غير لليوم، وقت منقول التطوع والأعمال الخيرية ما فينا ما نذكر جمعية ساعد. أكيد رشا، يمكن من بداية الأزمة العمل التطوعي أخا منحة كتير كبير بسوريا. شفنا الشباب السوري على أرض الواقع بالمجتمع عم يشتغل من كل قلبه. صحيح. طوال النهار سنوات متتالية من العمل التطوعي، يعني بنعتز دائما وبنفتخر وقت بتشوفي ونبسط فيهم من قلبنا، تلاقي حس بالمسؤولية. فكيف اليوم إذا كانت الجمعية ساعد دائما السباقة دائما للأعمال الخيرية والإنسانية؟ شدنا مؤخرا كان في حملة كتير مهمة وكانت تبعت بأسلوب كتير ظريف، كان في حفلة، يعني اليوم أنت لا تقدري تحضري هاي الحفلة، كان رسم الدخول قطعة ثياب من عندك كرمال تدخلي هاي الحفلة. طبعا قطعة هاي الثياب لوين حتروح بالنهاية؟ لأي حدا محتاج، هي أهم شيء. أكيد اليوم رح نحكي عن نشاطات جمعية ساعد، رح نحكي عن المبادرات وشو المشاريع الجديدة. ضيوفنا لليوم الأستاذ علي الساعد عضو مجلس إدارة جمعية ساعد، وماريتا داود من فريق العلاقات العامة. سعد صباحكم. صباحكم خير وجبر هيك خواطر على طول إن شاء الله. أمين يا رب. يسعد صباحكم. دائما نحن بنحكي عن أعمالكم برحلاتنا الصباحية، ولما نحكي عن دفانا محبتنا، يعني هذا الشعار بيعبر عن عمل خيري وإنساني. خلينا نحكي عن الحفل اللي أقيم، كيف بلشتوا واشتغلتوا فيه، كيف كان التفاعل الإقبال؟ حلوة الفكرة وبنفس الوقت يعني هيك بطريقة معينة مشان الناس ما تحس أنه أنا إذا فتت على هذا الحفل بدي أقدم قطعة ثياب بطريقة مختلفة عن اللي بنقدمه سابقاً، أنه في حدا محتاج لازم تقدم له. لا، هون الموضوع مختلف، في رسالة إنسانية كانت. تمام. هلأ هو كانت فكرة الحفل هي كفكرة أنه نطلع عن المألوف اللي كان طبعاً. صحيح. أنه مثل ما كان بتتم العادة كانت بالسنين الماضية، فكانت الفكرة هي السنة أنه نحن خلاص نعمل حفل خيري. حيكون رسم الدخول تبعه هو قطعة ثياب لحدا، حتروح منه للشخص اللي هو بحاجتها. تم تجهيز الأفكار، تم التنسيق على الأفكار، وخلاص اعتمدنا أنه حيكون الحفل بالوتيرة اللي نحن اتفقناها مع الأشخاص. كان موجود معنا الفنانة ليندا بيطار والسيد عدنان فتح الله والفنان عماد رمال. حيكون هو رسم الدخول أول شيء، كانت الفعالية بالتفصيل كانت بالدخول رسم قطعة الثياب، حتى تأخذ قطعة الثياب ترجع بتتوضى، تنبعت بعدين على المصبغة على الكوي، ترجع بتتوضى بطريقة تمام مشان تتوزع على الأشخاص اللي هي بحاجتها. بداية الحفل كانت هي فعاليات للأطفال، نشاطات للأطفال. من ضمن النشاطات كان في النشاطات للأطفال مع الأهل، يعني قديش حلوة حتكون وقت الولد عم يلعب هو أمه وأبوه أو هو وأخواته مع أهليهم عم يتسابقوا
بلعبه عم يتسابقوا برمي طابه سله او شيء. بعدين انتقلنا لفقره الحفل اللي كان الحمد لله يعني كان الاقبال تمام وكان التفاعل فيها حلو، كان اقبال العالم اللي اجت على الحفل كان تمام، العالم اللي اخذت صدى على السوشيال ميديا كمان الصدى اللي كان كمان موجود بالشارع كمان كان قد تقريبا كان العدد المتواجد ضمن الحفل هلا كان عدد يعني المتواجد لازم تعرفوا من تمام هلا عدد الاشخاص اللي كان موجود 1500 شخص تمام بما يقارب ال 7-8000 قطعه تمام كانت موجوده من الاشخاص اللي بدي اقول لك يعني ما ضروري اي شخص يدخل قطعه واحده تمام هو كان رسم الدخول هو قطعه ثياب، في عالم جابت قطعه، عالم جابت قطعتين، في خلص عائله جايه اب وام وولدين، الولدين جابوا قطعه، كل واحد جاب قطعه، والاب والام جابوا كمان كل واحد قطعه. فالشيء اللي بلش يوعى عليه الولد من هي العمر هو عم يوعى انه يمد ايده لغيره للعطاء، يمد ايده يساعد غيره، فهذا الشيء حيخلي لقدام شيء يكبر ما حيخليه موجود بمكان محدد يعني. والحمد لله كانت فعالية ناجحة وكان كل شيء تمام ان شاء الله. عطول مريتا لما نقول انت المسؤولة عن العلاقات العامة يعني كان في جهد جبار عم تقومي فيه لتحضير للحفل، خلينا نحكي عن التحضير عفوا للحفل، كيف كنتي عم تحضري لما نقول بدنا نعمل عمل خيري وحفل خير ولازم يكون في اسماء موجوده ضمن الحفل لنعمل عمليه استقطاب لاكبر عدد من الناس، كيف كان الموضوع؟ كيف تمت التحضيرات؟ وقديش فعليا بده شغل هيدا الحفل؟ احنا تقريبا ضلينا شهر عم نشتغل خلينا نقول من تحت الطاوله بدون ما العالم تعرف نحن شو عم نشتغل، شو مين الناس اللي عم نحاول نوصلها. شهر عبارة عن فيك تقولي كنا تقريبا عم ننام بالمكتب، حتى أهلنا ما كنا عم نشوفهم لنقدر نوصل لهي المرحلة اللي وصلنا لها بالإيفنت. تليفونات من الوزارات من المديريات، موافقات، تشبيك، تشبيك مع الكل، حتى مع الفنانين، حتى مع الشخصيات المهمة اللي زارتنا اللي كانت موجودة، الدعوات اللي وصلت ل كان في أكثر من دعوة طبعا لشخصيات مهمة، لفرق تطوعيه، لجمعيات ولمؤسسات، طبعا كنا عم نشبك كلنا مع بعض. صحيح. خلينا نحكي اليوم عن المحور لكل حدا هدف بحياته. اليوم جمعيه ساعد يعني بتحمل اهداف كثير وكان لها مساعي كثير، شفنا اعمال على الارض اليوم يعني مو بس حكي. اذا حكينا اليوم عن المحور الانساني او هويه جمعيه ساعد، نحن فعليا شغلنا خلينا نقول نحن جمعيه تنمويه. اغلب افكارنا انه نستقطب افكار الشباب لحتى نحولها لمبادرات. يعني نحن هلا ما عندنا اي مشكله اي شخص يجي لعنا انا في بالي فكره، اوكي هي نجهز فريق لحتى نحولها لمبادره على الارض. نحن هلا بظل هذا الوضع فعليا بحاجه لاي شيء يفيد الشعب، يفيد الوطن، يقدم شيء للشباب. اكيد طبعا اهم شيء الشباب يعني بموضوع وننمي فكرة التطوع والأعمال الإنسانية بالشباب وبالأطفال. يعني أكثر شيء الأطفال نحن مثلا دفعنا محبتنا كنا عم نزور مدارس الخاصة، كنا عم نشرح لهم شو يعني تطوع، شو يعني أعمال إنسانية، شو يعني خير، لحتى ونخبرهم أنه أنتوا لازم تكونوا قدوة للي أصغر منكم وتكونوا واجهه للي اكبر منكم. نحن اطفال صحيح عم نقدر نكون متطوعين معكم، عم نخبرهم انه انتم مجرد ما قدمتوا قطعه ثياب لدفانا محبتنا فانتم صرتوا متطوعين لجمعيه ساعد. اكيد. طب خلينا نحكي معك استاذ علي عن التشاركيه والتشبيك، قديش مهم اليوم التشاركيه والتشبيك بالاعمال الخيريه اللي عم تقوموا فيها. قبل كنا نشوف كل جمعيه عم تشتغل لحالها، اليوم في شيء كثير حلو الجمعيات كلياتها عم تشتغل مع بعض عم تشبك. يعني قلتي بدايه حديثك انه لا كنا عم نشبك مع جمعيات مع مبادرات مع مؤسسات، هي العمليه التشاركيه والتشبيك يمكن بتخلي نطاق العمل الخيري يصير اوسع ومو فقط مثلا لفعاليه واحده يستمر، هي بتعمل عمليه توليد للعمل الخيري والإنساني بشكل مستمر. فخلينا نحكي عن هاي النقطة تحديدا قديش مهمة، والتشبيك مع المؤسسات والقطاعات إن كان قطاع عام ولا خاص، التشاركية حس المسؤولية يكونوا هن شريكين اليوم معكم بالعمل الإنساني. تماما. هلأ دائما مثل بيقول لك الإيد الوحدة ما بتسقف. صحيح. فنحن هدفنا واحد، يعني سواء جمعية ساعد ولا أي جمعية تانية ولا أي فريق ولا أي مؤسسة كانت موجودة عندنا بالبلد، هي هدفها واحد انه كلياتنا نوصل لابن البلد اللي هو بحاجه هذا الشيء. فخلص انه نحط ايدنا بايد بعض لنوصل للشيء اللي نحن بدنا اياه. تم التشارك مع عده فرق، تم التشارك مع عده مؤسسات، مع عده وزارات،
مع فرق تطوعيه كمان، جمعيات كانت موجوده كمان معنا، سواء كانت بهي الحمله او كانت مثلا بحملات برمضان. تشارك هو ممكن لما انا مثلا كجمعيه تساعد بدي اعمل تشارك مع جمعيه، ممكن هي الجمعيه عندها فكره لمكان تبادل افكار او تبادل اماكن او تبادل اراء. مثلا هلا جمعيه تساعد هي مثل ما بنعرف، مثل ما كنا ببدايه كورونا كانت نحن كتصنيف تصنيف تنموي، فبدنا نمشي بالكورونا، فبدنا تصنيف جمعيه يكون تصنيفها طبي لحتى نقدر نعمل هذا الشيء. فتم اطلاق الفريق الطبي السوري، وكان التشارك مع الفريق الطبي السوري، كان التشارك مع جمعيه الشباب الخيري بدون ما مجالهم مجال طبي ونحن عندنا الامكانيات، فاجتمعوا الاثنين لحتى نوصل لهذا الشيء اللي وصلنا له بانقاذ حياه الاف الاشخاص بازمه كورونا. الاكسجين تماما، او على الفريق الطبي اللي كان، او على الادويه اللي تقدمت ب محافظة القنيطرة بالسنة بهي السنة اللي مضت برمضان اللي مضى. كان معنا كمان جمعية بالقنيطرة كمان كانت معنا برمضان، كمان تم التشارك مع انه برمضان في فريق من ساعد وفريق من عندهم كمان عم يتم هذا الشيء. بادرة دفعنا محبتنا، رح اقول لك اجتمعنا بكلمة دفعنا محبتنا، اجتمعت جمعيات البلد كلياتها تحت سقف هدف واحد، تحت سقف مبادرة جمعية تساعد دفعنا بحبتنا. فهذا الشيء كثير أنا بقول خلينا نكون إيد وحدة لحتى نوصل للهدف اللي نحن كلنا راسمين لإله كلياتنا بدنا إياه. طيب ذكرت نقطة، قلت إنه نحن بإمكانيات جمعية تساعد وبتشبيك مع جمعية تانية عم نقدر نعمل شيء يعني تشاركية، ذكرنا وقتها حملة الأسطوانات. وقت نحكي على الإمكانيات، نحن بحاجة اليوم مو بس للدعم، إن كان ما بدنا نقول مثلا المعنوي، خلينا نقول معنوي لوجستي إلى آخره، ولكن اليوم الدعم المادي كمان مهم اليوم حتى أنت تقدروا اليوم تقدموا شو ما قدمتوا ولو كان جدا بسيط، ولكن دعم المادي مهم. اليوم مين اللي عم يدعم جمعية تساعد ماديا؟ هلأ دعم جمعية تساعد، الجمعية ما في يمكن الوحيدة بصح التعبير اللي ما فيها دعم خارجي، ما فيها دعم منظمات، ما فيها دعم جهات خارجية. جمعية تساعد الدعم الوحيد تبعها هو دعم مجتمع أهلي. طيب ليش ما في؟ يعني احنا بنشوف الجمعيات تقريبا كلها في دعم لها من برا، من مغتربين، من منظمات. هلا ممكن نحن بافكار جمعية تساعد انه نحن من اهل البلد لاهل ابناء البلد هن يكونوا راعين للجمعية، واكيد تحية لكل ابناء البلد. ماريتا خلينا نحكي معك، يعني هلا نحن بشهر 11، في شهر 12 بلشت يمكن التحضيرات للاعياد، اكيد في نشاطات وفعاليات عم تحضروا لها سنويا، نحن متعودين عليكم تكونوا ضمن الاجنده، خبرينا شو التحضيرات اللي عم تقوموا فيها؟ اكيد في مجهود كبير هلا بالكواليس لانه بلش الوقت يسرقكم شوي، فخلينا نحكي عنه شوي. نحن هلا خلال عندنا 3 شهور تحضير لخلينا نقول مبادرتين، مبادره واحده. نحن قربنا على رمضان خلينا نقول، وعندنا بالميلاد نحن كل سنه صحيح شجره الميلاد يلي بنعمل لها ايفنت مع فنان، طبعا لسه هلا ما حددنا مين هو. عندنا حلو العيد كمان يوم الميلاد صعبنا. اكيد طبعا اكيد طبعا لا كمان بدكم تكونوا معنا يعني لحد كل سنه عم نكون معكم، فاكيد نشتغل بفريق بالمكتب، حتى يعني نحن حتى شغلنا بيكون بالمكتب. حلو العيد وبتوزع على العيال مع الشجره مع الايفنت. الشجره طبعا هي شجره تساعد يلي كل سنه بتتركب بمكان معين صحيح بالشام. وبعدها يعني حنفوت دغري على رمضان، يعني احنا ما حنلحق. هي السنه شو حاطين الرقم؟ لانه كل سنه بتقوم لنا رقم هلا هلا نحن بسنه من السنين حققنا 1,050,000 وجبه صحيح، ان شاء الله نلحق المليونين هالسنه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب عم نحكي عن نشاطات وعن شيء بالتحضيرات، يعني خلينا نحكي اليوم عن الفريق وعن الروح الوحده، نجاح اي عمل من الروح نحن نروح للفريق، ننظر للفريق كيف عم يتم التعامل ضمن الفريق الواحد وكيف عم تكون هي المحبه اليوم لحتى تقدروا تنجحوا. خبرونا اليوم عن الفريق اكيد، ونوجه تحيه للاستاذ عصام حبالي. سعد صباحك.
هلا رح احكيكي شوي بلغه المكتب او بلغه الفريق اللي نحن بنحكيها تماما مثل ما بيقولوا. اول شيء نحن بالمكتب عندنا الخال، نحن بنقول له الخال عصام حبال. خلينا نقول هو ما له مدير، هو ما لا ما بيتعامل مع اي حدا من فريق مساعد على انه مدير. نحن عائله، هو الاب الروحي لكل شخص موجود وفات على ساعد وطلع حتى من ساعد. كثير في عندنا شباب سافرت، نتعامل يعني بالمكتب حرفيا عائله. ما في مدير مسؤول، نحن كلنا سوا ايد وحده، الكل بيشتغل نفس الشغل، ما عندنا مشكله. مثلا خلينا لفرضا علي متغيب مثلا، عنده ظرف مريض تحلي فورا محله معنه. عم اقضي شغل ثاني. تماما، يعني بصير ممكن يكون علي عنده شغل ثاني مثلا برا المكتب، ما بيأثر مريضته رغم انه شغلك مو نفس شغل علي، بس حلي محله. وما عندنا اي مشكله بهذا الموضوع، ولا مره خطر لنا انه لا هذا مو شغلي، لا نحن جاهزين لاي مهمه تنفرض علينا على الارض فورا. يعطيكم الف عافيه، بنتمنى لكم دائما التوفيق، امنياتنا لكم دائما بالاستمرار بهيدا الروح، بهي الجهود الكبيره. لك تحيه لكل الشباب التطوع السوري اللي نحن بنعتز ونفتخر فيه، وناطرينكم اكيد بنشاطاتكم وفعالياتكم القادمه بالاعياد وبرمضان ان شاء الله. يا رب انتم انت توصلوا لل 2000 شخص، بنتمنى من القلب. شكرا كثير لكم. صباحكم علي وماريتا، شرفتونا اليوم، اكيد تحياتنا لكل فريق ساعد. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. أما هلأ رح ننتقل ضمن تقريرنا، وحنروح بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري. أقام القسم الصحفي في مقام عين الزمان وبالتعاون مع شركة نيفارما وأطباء مختصين نشاطات تضمن معاينة المرضى بشكل مجاني. رح نكون بمزيد من التفاصيل مع زميلتنا شام حمدان. بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، أقام القسم الصحي في مقام عين الزمان وبالتعاون مع شركة نيفارما وأطباء مختصين نشاطاً تضمن معاينة المرضى بشكل مجاني وتقديم الأدوية والنصائح الطبية اللازمة وطرق التعامل مع هذا الداء وتجنبه. 14-11 من كل عام تحتفل كل الدول باليوم العالمي للسكري، اللي هو يوم عيد ميلاد الدكتور بانتينغ، الدكتور اللي اكتشف الأنسولين. بهاليوم هذا نحن نقدم أول شيء فحص المرضى السكريين، ثاني شيء توعي للمرضى السكريين أنه ضبط السكر قدر الإمكان ضمن حد المية، حتى نتجنب الاختلاطات اللي بتصير لداء السكري، الاختلاطات الخطرة. رح تتضمن الفعالية، في عنا 3 أطباء، في طبيب المركز وفي أطباء 2 اليوم رح يكونوا ضيوفنا. فالفعالية رح يقيسوا السكري للمريض مع قياس الضغط مع تقديم الأدوية المجانية لمدة شهر لكل مريض. نحن بنقدم العينات المجانية من أدوية السكري. نحن بشركة يونيفارما عندنا أصناف كافة لكافة الزمر الدوائية اللي بتعالج ارتفاع سكر الدم. بالنسبة لهاي الظروف ولهاي الأيام الصعبة ولغلاء الأسعار، أكيد هذا الشيء عم يكون إنجاز كبير. الدعم والتعاون والتنسيق بين جميع الفعاليات والجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية وتوسيع هذا التعاون ضرورة ملحة لتجاوز الواقع الراهن وتخفيف المعاناة وخلق فسحة من الأمل بأن القادم أفضل. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الطبية، رح نتطرق فيها لسرطان الرئة، أسبابه، أنواعه، نسبة الإصابة، كيفية العلاج، أهمية الكشف المبكر عن سرطان الرئة. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا استشاري الجراحة العامة والصدرية والتنظيرية الدكتور أحمد نسيب القصوصي. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير حكيم. صباح أهلا وسهلا بحضرتك. بداية خلينا نعرف شو هو سرطان الرئة بشكل علمي وبتفصيل لو سمحت. نحن حاليا الشهر 11 هو الشهر، يعني منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة السرطان العالمية كيف اتفقوا انه هذا يكون الشهر توعية. ما كنا الشهر الماضي توعية سرطان الثدي، هذا شهر التوعية بسرطان الرئة. سرطان الرئة هو مرض خبيث بيصيب نسيج الرئة، تمام. له نوعين كتير شائعين، غير صغير الخلايا وصغير الخلايا، تمام. الحديث أهم الأسباب تبعيته منه بشكل يعني قاطع وصريح وواضح جدا هو الدخان، ثم الدخان، ثم الدخان، تمام. تجي أسباب تانية شلون طبيعة الطعام الدسمة،
ممكن ناس بيشتغلوا بالمناجم اليورانيوم او تبعون اللي بيشتغلوا بالازاز كذا شلون هي كلها ممكن تعمل اسبستوز مثلا شلون تتاهب لسرطانك يعني. بس السبب الاساسي هو الدخان يعني بشكل قاطع وفاصل تمام الحديث صحيح. طيب خلينا نحكي دكتور بيتم دائما لما نقول سرطان يعني كل العالم بيروح لذهنه انه حياة او موت. لما نحكي عن سرطان الرئة هو ممكن فينا نقول من اشرس السرطانات يصنف. نسبة العلاج او الشفاء كيف بتكون اذا تم الكشف عنه بالمرحلة المبكرة؟ لانه دائما بيكون تصنيفه ضمن سرطان قاتل بس لا إذا سرطان الثدي سرطان عفوا يعني حاليا هو القاتل الاول بسبب السرطان عند الذكور والاناث. الذكور عندهم سرطان البوستات اول بعدين سرطان عند الإناث سرطان الثدي بعدين سرطان الرئة بس صحيح. كمجموع هو القاتل الأول عند الجنسين سوا. هلا حاليا عم نشاهد تزايد نسبة إصابة الإناث كانت فترة قريب تمام بسبب يعني ما نحكي عنها نحكي بلاد بقى كمان أفقيلي عنها كتير عم تكون يعني موضة صارت عشتونه عم يعني كمية النيكوتين عم تكون كتير كبيرة والنيكوتين حاليا مصنف إنه من المواد المدمنة تخلي يصير إدمان عليها عشتون فبتلاقي الانسان خلاص ضل يدخن. الشيء الثاني هو السجاير اللايت اللي بتجي سليم عشان انه والله بلشت تاخذ خفيفه على تمام الحديث خفيفه ما قلت لك صار ادمان صار ادمان. الفتره الثانيه بيصير واحد بده ياخذ كميه اكبر او ياخذ نفس اكبر نفس الاكبر فصار نحن صرنا نلاقي سرطانات كنا نلاقيها مركزيه بمركز الرئه تصيب المحيط خاصه عند السيدات شلون. فهي السجاير السليم هي انه خفيفه لا هي بعد فتره عم تكون لا تعود عم يسوي شغله اشهر صار شلون. فهي تقريبا يعني مجمل الصور تقريبا عن السرطان دخان تمام لك شغلات مهنه الثانيه الخطره تبعون الاسبستوز او الراديو وكذا شلون. وبعدين عنده لك شيء اسمه فتره عم تاخذ هي يعني بدايه الدخان لحد بلش معنا بوادر شلون او تغيرات بالخلايا وكذا حوالي 10 ل 15 سنه. هلا هون نحن بقى بيجي بقى دور الكشف المبكر. نحن كيف نكشف مبكر او مريض مدخن او مريض عنده قصه سرطان كذا شلون ممكن نحن غير صوره الصدر على سن ال 40 نساوي عنده منه شيء بيسموه هاي ريزوليشن سي تي يعني تبقي محويه عاليه الفائقه شلون الجوده. ممكن نحن نكشف اي تغيرات بسيطه على مستوى اقل من المليمترات كيف. فهذا بيكون بيساعدنا انه نحن اذا كشفنا مبكر شخصنا مبكر انه نتدخل بشكل مبكر ممكن نحن انه نحافظ على الرئة ونحافظ على الحياة كيف تكون نسبة شفائك. للأسف كل ما كانت المرحلة متقدمة كل ما تكون نسبة الشفاء كتير متراجعة صحيح. يعني حد يكون السرطان مرحلة أولى أقل من 500 عرفتون عقدة وحيدة مثلا ما في انتقالات كذا شلون ممكن تقول نسبة شفاء لخمس سنوات فوق 95% بينما تصير مرحلة رابعة مثلا انتشارات بعيدة أو إنه عنده منك حجم الكتلة صار أكثر من 4 سنتي وكذا شلون بخير خمس سنوات لا تجاوز 2-3%. فهذا كتير بيعطينا أهمية إنه واحد يكشفه مبكر شلون. والأهمية الأهم كذا هي الوقاية شلون يعني ابتعاد عن الدخان هو يعني مفتاح السحري هو بحل كل هالمشكلة هي شلون. لأنه نحن ما قلت لك 10-15 سنة بصير تغيرات أحيانا بصير غير عكوسي. طيب في علامات أو مؤشرات يعني ممكن أنا أتنبه لها لأنه قلت يعني هي السبب الرئيسي الدخان وأغلب الناس ما بتبتعد للأسف بتعرف إنه طيب. في مضر كتير كبير من التدخين وملتزمة بالتدخين إنتانات مثلا رئوية أو التهابات أو يعني في بعض القصص ممكن ينتبه لها الشخص. لا في شغلات مثلا نحن من سؤال مثلا مستنف صباحي فوق 6 شهور شلون ما عم يستجيب للعلاجات العادية لمضادات السعال العادية تغير بالصوت عرفت هذا شلون تغير لكنة الصوت بحها كذا بيكون صار بيأثر على الأحبال الصوتية تمام ممكن صار انتقالات أو ضغط أو أعقاد بيأثر على الأحبال الصوتية تمام. مريض عم يسعوا لشلون عم يلاقي دم شلون دم مو معناته إنه سرطان بس لا لازم تتقصى القصة تشوف شو في مسوي نفس الدم شلون تمام بشكل عام قلت لك ناقص وزن شلون قلة شهية كذا صورة الأشعة ما بيبين لازم صورة الأشعة نالك نحن على صورة الأشعة عادة على 40 بس المرضى مدخنين الهيفي شلون المريض المدخن كذا ما بتكفي صوره الصدر البسيطه لحالها لازم يكون لك طبقه محويه على الفائق يعني الفائق الانتقائيه عشان حتى يوضح لنا اي تغيرات جوية. فنحن اي تغير بعادات السعال بعادات الاكل مثلا قله شهيه نفس الدم كذا كلها هي بتوجه انه احنا ممكن يكون عندنا شيء مو منيح بالرئه شلون مو شرط نقول سرطان خوف العالم بس تستدعي الامر انه الواحد يستقصي اكثر يعني يشوف شو سبب هالقصة هي مو شغلة عادية تمو يعني. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن أنواع سرطان الرئة واليوم هل الأعراض
تتشابه بين نوع والثاني او ممكن تكون اعراض واحده لكل طالما بس بالرئه يعني ممكن تكون اعراض واحده؟ لا مو اعراض واحده، لا حسب بيجيك انت اكثر من شغله. اول شيء حجم الورم، الشغله الثانيه توضع الورم وين، اذا بتوضع اي اوعيه او احبال الصوتيه او كذا يعني في الحال العصب الراجع يعني شلون تمام، محيط كذا كل ما كان محيطي كل ما كانت الاعراض اخف، كل ما كان مركز تجي الاعراض سريعه وصارخه اكثر. تمام. النوعين قلت لك احنا عندنا فئه كبيره هي بسموها صغير الخلايا، هذا من اشرس الانواع شلون، وللاسف علاجه كيماوي ومعظم يكون حالات متاخره بطريقه سريعه جدا طريقه سريعه شلون. والنوع الثاني شلون تحت العنوان هذا في اكثر من نوع، بس نوع بسموه غير صغير الخلايا تمام الحديث. هلا نحن الفكره الاساسيه هو نحن حكينا الوقايه، بس الشغله الثانيه كشف مبكر، كل ما كشفنا بشكل مبكر شلون كل ما كان طرق التداخل تبعيته منه والعلاج فعالي اكثر. لما نقول الكشف المبكر يعني بالمرحله الاولى يعني قديش بيكون مارق على السرطان يعني تقريبا؟ هلا انت بدايه ما انك تعرضتي للماده المسرطنه مع شو اسمه بتاخذ قصه من 7 إلى 10 سنين حتى تبلش تعطيكي تصير خلايا خصائصني. انت وظيفه الكشف المبكر يكشف لك شيء مليمتر يعني يعني حتى على الاشعه على قديمه ما يبينها شلون، يكشف لك انه في شيء مليمتري. هلا شكينا بشغله شلون بتاخذ منها خزعه سواء عبر عصبات او عبر الطبق المحوري عبر جداف الصدر، تأكد التوضع شلون. حاليا نحن في عنا اكثر من نوع للعلاج شلون، بس هو الاساسي هو التعامل مع السرطان اي سرطان ملتي ديسبلي، انه فريق متعدد الاختصاصات مو شاخذ واحد شلون. في سرطانات مثلا تكون عقده وحيده كذا، مجرد انه استأصلتي حواف جيده كذا خلص ما في مشكله ما بيعاود ان شاء الله. تمام. في نوع ثاني بتلاقي انه في انتشارات شوي في كذا شلون. هلا في شيء جديد دخل نيو جيفنت راديو كيموثيرابي، انه تدخل شيء اسمه علاج شعاعي كيماوي قبل العمل الجراحي، بتحسب نوع السرطان شو المواد يعني شو الادويه بتاثر فيه قد ايه كميه الاشعه، بتقسم على ثلث فبياخذ اول ثلث وبتبتدي تقيم مره ثانيه شلون. لقيت انه صار مستجيب للجراحه في فائده من الجراحه، تشتغل الجراحه وبتكمل العلاج تبعته منك. لا ما في فائده شلون، بتكفي اشعه كيمياء شلون. هلا في عندنا المعالجات الهدفيه شلون كثير شلون، الضاد وحيد نسيلة شلون عم تيجي تقريبا تماما على الخلية السرطانية ما عم تيجي على شيء تاني شلون. تمام. وبتقلت لك يعني تتعاون اكثر 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 من اختصاص ومحاربة المرض من اكثر من ناحية شلون، ما في شيء مطول فوت تشتغل جراحة وطلع وكذا شلون، لا بدك تعطي اشعة بتعطي كيمياء وغيرها لازم تعطي قبلها شلون حتى توصل لنتيجة جيدة ان شاء الله تعالى، تزغل اقل حجم وتخفف الانتقالات لحتى تفوت. خلينا نحكي بمرحلة رحلة العلاج اللي هي بتكون ثقيلة على المريض، وخاصة ذكرت حضرتك نقطة دكتور انه 15 سنة او 10 سنوات كفيلة نحن او اي حدا ممكن انه يصاب بهذا المرض انه يروح لموضوع التوعية والمراجعات بتخف موضوع الانتشار. خلينا نحكي اليوم برحلة العلاجات، كيف اليوم كطبيب حضرتك بتتعامل مع مريض سرطان الرئة؟ ما قلت لك يعني احنا عندنا شخص تمام، احنا سواء استقصينا صورة أشعة عادية أو صورة طبقي محوري تمام، حددنا مشكلة فطور، المشكلة يعني احنا المفروض ناخذ منها عينة، احنا العينة مثل لك بتاخذ عن طريق تنظير أصابات يا أما عن طريق الطبقي المحوري كيف، أو ممكن تعمل شيء اسمه استئصال إذا كانت عينة محيطية شلون يعني حوافها واضحة وما في مشكلة تمام. تاخذت راح بعثت على التشريح المرضي مستقبلات تبعيتي منها شو كذا شو بيأثر فيها كل هذا بتدرس خريطة كاملة. يعني هلا كلمة سرطان ما صفت إنه والله كله مثل بعض، سرطان الرئة عم تحكي أنت 7-8 أنواع رئيسية شلون كل نوع في تحت منه مثل كاتيجوري أكثر من تصنيف أكثر من تصنيف تمام الحديث يعني. هلا حطيت هيك القصة شلون، نحن عادة شلون ما بنشتغل لحالنا، فدائما مع طبيب الصدرية طبيب الأورام حتى تلاقي أنه مقاربة أفضل إن شاء الله تعالى. معظم الوضع هلا حاليا مين انه نحن مثل نيو ادجيفنت راديو كيمو ثيرابي بنعطى معالجه قبل 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 التداخل عرفت كيف؟ بتاخذ كميه العلاج، بعد فتره مده بنعمل دراسه ثانيه نقيم مدى الاستجابه للعلاج، الحواف الحدود كذا صار وضع قابل للجراحه وغير قابل شلون؟ بتكمل الجراحه بكفي العلاج تبعته اشعه كيمياء عرفت كيف؟ بده مراقبه دويه بشكل دائم شلون؟ وهلا ما قلت لك دخلت العلاجات الهدفيه شلون القصه، انه نحن ممكن تماما انه نعطي الضاد للخليه بحد ذاتها حسب ما درسناه بالتشريح المرضي شلون. طبعا علاج مكلف ما بنحكي لنا شو اسمه، الدوله مشكوره موفره كثير شغلات بس يعني رحله عذاب يعني ما بنقيس العالم، فانت ممكن بشغله بسيطه بلاها السيجاره بلاها الانجيله شلون
فانت طب ما بيقدر يترك الدخان بيدي تخفيف بس تخفيف ممكن يعني يخفف تخفيف بخفف مزبوط بس انت كفكره بمثلك يعني احنا مثلا قسم كبير من المسلمين وكذا شلون فتره الصيام معظمهم عم واقف السيجاره الساعه 12 ساعه 14 ساعه صحيح دي غدا 12 ساعه بكفي شوي هي بدها ما بفطر دكتور بروح هلا هي بدها اراده شوي عفوا هلا هي بدها اراده شوي نحن بالنهايه اختي كريم يعني انت يعني هي مجرد نحن عندنا للاسف نفسيا مجرد ما قلت له ما قد معك سرطان فراح باله على الموت وكذا شو كانك عم تعطينا عواش طيب انت اخي هاي النهايه فينا نحيد يعني نرجع بنجو عرفت كيف في انا دائما نحن في طريقه شلون ترجع منه شلون ما توصل اخر شيء متى ما بلشنا بقول لك ولا حدا بلادي بطل شو بطل فيها صار سرطان وكذا شلون يعني انت خلص يعني بكون سبق السيف والعزل بس اما تاع اول شلون وقايه كثير مفيده جدا والى نتائج ملموسه يعني برامج اقلاع الدخان بلاد بقر شلون نزل السرطان نسبه السرطان عندهم نسبه شكر ملحوظ نحن للاسف ببلادنا العالم الثالث عم تتصاعد ترتفع تتصاعد هنيك عندهم عم تنزل ونزلت بطريقه يعني واضحه احصائيا انه في اثر فعال لايقاف الدخان فيعني هي شغله كثير اساسيه شلون والفكره الثانيه كنا دائما نحكي يعني حتى اذا بدك تدخن مثلا مو ضايب البيت انت يعني تدخن قدام ولادك كذا غير شغله التدخين السلبي صحيح له دور كثير انه يعمل اصابه سرطان بنفس الوقت الاولاد مثلا تعود انه نفسيا اخي ابي عم يدخن خلاص يعني يعني صار عم ساوي شغله غلط مو ضروري يخطبوا فيك اللي بعد منك. طيب اكيد بالختام دكتور بعض النصائح لكل الناس اللي عم يتابعنا قلنا يعني التدخين هو السبب الرئيسي للاصابه بمرض السرطان وللاسف عم نشوف كل ما النسبه عم تزيد لانه نسبه التدخين على مستوى العالم عم تزيد، بعض النصائح للوقايه من مرض السرطان وقديش فعليا الكشف المبكر بيساعد بالعلاج والشفاء التام. هلا بعض النصائح اول شيء قلت لك ايقاف الدخان ابتعاد عنه بشكل اساسي، الدخان السلبي حتى يعني كلمه الدور اساسي كيف؟ تغذيه سليمه جيده شلون؟ يعني غذاء غني بالفيتامينات وبالخضار شلون؟ هذا كثير بيساعد شلون؟ ممارسه الرياضه انقاص الوزن، وزن في تناسب بين زياده الوزن والسرطانات بشكل عام والسرطان بشكل خاص. والفكره الاساسيه انه اذا انت حاس حالك من نوع انه انت مثلا كوظيفتك شغلك مثلا بالازاز او انه مثلا انت مدخن كذا انه مراجعه فحص دوي على سن ال 40 كيف انه على الاقل نكون بس لاين عندنا نعرف حالنا شو يعني اذا صار تغيرات كذا في عندنا اساس حتى نقارن فيها. بشكل عام ما قلت لك يعني عيش هنيه كفي المثل دكتور خلص شكرا لك دكتور دائما الوقايه بنقول نور هي اهم من عذاب رحله العلاج تمام شكرا لحضرتك وصباحك صحه وتمنياتنا بالصحه والسلامه لكل حدا برافقنا بصباحنا لليوم شكرا لك دكتور بتمنى الصحه والسلامه لكل الناس الله يبعد المرض عن كل الناس لهون مشاهدينا بتكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام بنتمنى نهار يحمل خير ورضا ومحبه وامل وانفراج لكل الناس ملتقانا بكره برحله صباحيه جديده شكرا نور يعطيك الف عافيه واكيد شكرا لكل الكادر الفني اللي رافقنا اليوم بالكنترول تحياتنا لكم مشاهدينا ويومكم حلو تقضوا برفقه الاشخاص اللي بتحبوهم لاقونا بكره ومن هلا لوقتها كونوا بالف خير باي 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 باي